بلشنا اولى محطاتنا، ويمكن اليوم هيك رح نبلش مع فقره كثير ناس يمكن كانوا ناطرينها انه يشوفوها على شاشه الاخباريه السوريه وعلى شاشه الاعلام الوطني. هي شابه استطاعت انه تخطف قلوب كل السوريين وتحمل معه وترجع من طوكيو لهون، ونحن كلياتنا ناطرينها بكثير من الفخر وكثير من السعاده. لما هند حملت اول مره المضرب لكره الطاوله وهي عمرها 5 سنين، ما كانت بتعرف انه هي يمكن بعمر ال 12 رح تكون حديث العالم كله، مو بس بلدها سوريا. لما رجعت من اولمبيات طوكيو، اصغر المشاركات بالاولمبيات، وايضا هي من دوره برشلونه بعام 1992. لنا الشرف اليوم انه يكون معنا ضيفتنا هند زازا ورئيس الاتحاد العربي السوري لكره الطاوله بسام خليل. يسعد صباحكم، اهلا وسهلا فيكم. شكرا كثير على الاستضافه، ويسعد صباحكم. صباح الخير عن جديد، والحمد لله على السلامة يا هند. أول شيء نحن كتير فخورين فيكي. اليوم هي رحلة النجاح يلي حققتيها اليوم بأصغر لاعب أولمبي يلي كان لنا الفخر فيها، وكنتي حديث العالم وحديث مواقع التواصل الاجتماعي لفترة كبيرة. خلينا نحكي عن هي التجربة بالتفصيل، كيف كان الإعداد لإلها وكيف كانت الرحلة هنيك؟ أنا بلشت قبل 5 سنين من اللعبة، بلشت بين بون، نزلت تدربت شوي شوي. من اول ما بلشت كان عندي هدف وكان عندي حلم انه اتاهل على الاولمبياد واكون بطله اولمبيه وعالميه. اول مره كنت بطلع على الاولمبياد طوكيو، اكيد لي الشرف انا اطلع واشارك بهيك بطوله. لعبت هناك، كان شوي مختلف علي الجو انه مع انه بطوله اولمبيه وعالميه. لسه انا هلا بلشت اول خطوه، بلشت من مشوار حلمي، وان شاء الله ضل هيك حتى احققه. ان شاء الله يا رب. في كثير لحظات حلوه عشتيها هند، رح نحكيها شوي شوي، ولكن بدي انتقل لحضرتك. يعني اليوم تحضيرات هند لحتى طلعت على طوكيو، مثل ما قلنا هي اصغر مشتركه كانت بالاولمبياد من عام 1992. نحكي شوي عن هي التحضيرات اللي سبقت. اول شيء بدي اصلح لك شغله، هي اصغر مشاركه بالاولمبياد من دوره 68. أوكي. من 50 سنة. هند هي لما تأهلت وأخذت بطاقة التأهل عن غرب آسيا كان عمرها 11 سنة و56 يوم، فهي تحسب لها بهذا الوقت. طبعا أنا تراسلت مع جينيس وحاولنا أنه نحن نسجل هي تكون طبعا أنه أصغر واحدة على مر التاريخ بالأولمبياد، صادفتنا بعض الصعوبات. بالنسبة لموضوع كيف حضرنا هند قبل وكيف هلا بدنا نعمل، نحن اول شيء هند طبعا صار عندنا ظروف اللي هي الكورونا والاغلاق الكامل بالعالم بالنسبه للسفر، ما حسنا نطلع على بطوله العالم باوكرانيا والمعسكر لتحت سنه 12، بالاضافه الى كمان في كان عندنا معسكر بالصين وكان عندنا معسكر بمصر. لما صار عندنا الاغلاق سوينا له معسكر داخلي، هذا المعسكر ابدا ما انقطعت عنه رغم وحتى بالكورونا، يعني حتى سوينا له صاله خاصه بالفيحاء مع الفندق تبعها مع مدربه انه دائما تتدرب بشكل كامل وبشكل يومي صبح ومساء. طبعا لما بلشت الاحوال تتحسن، طبعا نحن باشراف الاستاذ فراس معلى رئيس الاتحاد طلعت بمعسكر على كازان فتره طويله، شهرين لشهرين ونص، بعدين رجعت عملنا لها كمان راحت ضمن هذا المعسكر حضرت بطولة قطر الدولية. وكان نحن قلنا رؤية انه نحن لازم نخليها تشوف هدلون اللاعبين الكبار اللي بدها تلعب معهم بالاولمبياد، فهي فعلا راحت شافت هدلون الابطال الكبار. لعبة كرة الطاولة تعتمد مهاريا، تعتمد كمان انه انت تشوفي شلون الحركة وتردي تمرني عليها، فهي شافت ابطال العالم هنيك، ضلت 18 يوم، بعد 18 يوم رجعت على سوريا، عملت معسكر بلبنان مع محترفين بلبنان، بعدين اجت لهون قعدت 5 ايام، بعدين سافرت على طوكيو. هي المرحله ما قبل. بنحكي شوي عن طوكيو، طبعا هي اكيد نحن كل الاقنيه او كل المؤسسات الاعلاميه اللي كانت تاخذها لهند كنا نقول لهم انه هي في بدايه الطريق وهي سوف تنافس اللاعبين الاكبر منها سنا، وممكن بجيل، ممكن بجيلين، ممكن بثلاثه، فنحن ما لنا ناطرين منها نتيجه، ولكن ظهورها بالاولمبياد هو لوحده كان انجاز، هو لحاله انجاز، والدليل هو اخذت الاضواء
من كافة الأبطال المشاركين وكل الوكالات العالمية. تمام. فهذا الشيء شرف وفخر لنا. طبعا كمان اللي بيزيدنا فخر واعتزاز هو الاتصال الهاتفي اللي ساوى السيد الرئيس معه، وطبعا هي كثير كانت مبسوطة وشحذ همتها، وهذا الشيء رح يعطيها دافع إن شاء الله لحتى تكمل المشوار. نحن عنا هلأ بطولة عربية إن شاء الله، الله يوفقنا ونحسن نسافر عليها بالأردن طبعا إن شاء الله يا رب، هي بتجيب ذهب بأكثر من الزوجي والفرق إن شاء الله بفئتها. نحن عنا كمان في عنا معسكر بالصين، كمان في عنا بإيران إن شاء الله يا رب، وعندها كمان بطولة العالم تحت سنة 12 هي رح تشارك فيها. برافو. هنت بدي أرجع لك وأحكي استرجع شوي من الذكريات هي البطولة. أول شيء نحكي عن التنافس، قدي كان شديد بينك وبين بقية المتنافسين، خاصة أنت الصغيرة بيناتهم الأصغر بيناتهم. تاني شيء شو هي مشاعرك؟ أول شيء أنت صبية سورية اليوم، تاني شيء الأصغر عمرا وكل العالم كانوا مراهنين على وجودك وعلى رفعك لعالمنا. كان يعني كنت شوي خايفة انه شايفة كلهم انه ابطال عالم، ويعني انه مسؤولية انه مو اي لاعب انه بيشارك بالاولمبياد، هي حلم لكل رياضي انه يطلع يشارك بالاولمبياد. كانت صعبة علي كثير، بس بنفس الوقت يعني كمان كنت مبسوطة انه مشاركة بالاولمبياد. شو كانت مشاعرك هند لما أولاً إجاكي الاتصال الهاتفي اللي هو فخر ووسام لكل شخص ممكن يقدر يحصل عليه من سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد؟ وتاني شيء يمكن كل مواقع التواصل الاجتماعي كان في تشجيع وكان في دعم وكلهم كانوا رافعين راسهم فيك. أنا اليوم اللي حكاني فيه كان يوم مميز، إنه عين بيت الأيام كان أحلى يوم كان صار بحياتي. أكيد كان كل كلمة عم يحكيني فيها كان فيها ألف معنى، وما بنسى ولا كلمة اللي إياها. وأنا كتير يعني مبسوطة، وبنفس الوقت تفاجأت إنه من الضجة اللي صارت كل العالم كانت واقفة معي وشجعتني. وأكيد يعني اللي جاي حتى الاستقبال هند كان كتير حلو وقت رجعتي والعالم كله مبسوطة فيكي. أنا كتير متفاجأة، يعني ما كنت بعرف إنه هيك رح يصير، يعني إنه حلوة المفاجأة كانت كثير. أول ما وقفتي على باب التلفزيون صرتي تبكي، قلتي أكثر شيء عجبني هو هاي اللمة وهالمفاجأة، ولما شفتي أهلك كان في شعور مختلف. يعني حطيناها بهي الأجواء، وطبعا الشكر للسيد وزير الإعلام ومدير عام الهيئة لأنه هن ساعدونا بشكل كثير كبير، هن حسوها لهند مثل بنتهم، هي عاملة شيء فخر لسوريا، فبدون يعملوا شيء لها. كلياتنا فخورين فيها. أكيد فأكيد مثل كل السوريين. اللي صار هو إنه أنا لما كنت أحكي معها على طوكيو صابتها هيك مثل صدمة سلبية، إنه هي إنه خسرت وكذا، وأنا لازم هي ما كانت عارفانة شو عاملة هون. صحيح. هي مو عارفانة قديش في أصداء هون. أنا لما استقبلناها وهيك عاملين لها مفاجآت إنه تفرحها، انه تحسسها ببلدها، انه فخور فيها، انه هاي وطنها. وعلى فكره انا وجاي انا وياها قالت لي اشتقت لسوريا، يعني اشتقت هاي بلدي هاي كذا، يعني انتابتها عواطف كثير حلوه بهذا السن. نحن كسوريين كلياتنا كل السوريين شاركوا فيها، يلي كان مشارك مكانيا يلي كان مشارك بعواطفه بمشاعره. هي فعلا اخذت مثل ما قال السيد الرئيس، انت اخذتي محبه وقلوب كل السوريين، هي فعلا هيك. فعلا اكيد مسؤوليه كمان كثير كبيره. ان شاء الله هذا الشيء برتب عليها مسؤوليه، انه هي تتابع بجهد وعمل، وانه ان شاء الله يا رب ترفع علم سوريا بكل المحافل الدوليه ان شاء الله تشارك فيها. ان شاء الله. اليوم من ضمن حديثك اشرت يمكن اشاره سريعه انه اليوم عانت يمكن هند وعانيتوا حضرتكم من صعوبات، يمكن ان كان بمشاركتها او من ظروف كورونا، وبكفي انه نقول نحن عن شخص انه سوري لحتى يكون قدامه كثير عقبات. صحيح. من ضمن كل انواع الحصار يلي تعرضنا له بكافه مجالات الحياه، خلينا نحكي عن هي النقطه بالتحديد، قد ايه كان مشاركتها هي تحدي ونجاح حقيقي بغض النظر عن النتيجه شو من كانت؟ هلا كثير ناس مثلا بيقولوا لنا انه انتم مثلا التحضير تبع هند ما كان يتوافق مع مثلا الحدث اللي هو، بس هن كمان نحن حكينا اكثر من مره انه الظروف العامه اللي صارت والحصار الظالم اثرت كثير كبير على سفر هند. يعني هي كانت بدها تسافر على الصين ما حسنا، كان بدها تسافر على معسكر بأوكرانيا ما حسنا، بكرواتيا كمان نفس الشيء نتيجة الإغلاق الكامل للطيران. هذا الشيء يعني بالإضافة بعدين للكورونا،
يعني فينا نحن هون يعني نحن ببلدنا ما فينا نطلع من محافظة لمحافظة. تمام. رغم هيك نحن حاولنا دائما نحن السوريين منلاقي حل، فسوينا لمعسكر داخلي، جبنا المدربين الكبار، خليناها تسافر على المحافظات تلعب مع الباقي، لأنه كل اللاعبين واللاعبات قدوتهم هند، فخليناهم يشوفوا اللاعبين الصغار صار عندهم هدف يصيروا مثل هند. إن شاء الله يا رب منلاقي أكثر من هند يعني إن شاء الله بيمثلوا اسم سوريا إن شاء الله يا رب. فهذه العقبات مثلنا مثل الباقي، مثل ما حضرتك قلتي كل السوريين. تمام. خلص كونه سوري فهو بده يتعرض لشيء ظلم يعني من أكيد. من كل هذا المجتمع اللي هو واقف ضد سوريا هلا. أكيد. هند خلينا نحكي عن العلاقة كمان اللي صارت بينك وبين اللي لعبتي معه بالمباراة، برغم من انه هي فازت عليك بدنا نذكر فارق الخبرة وفارق السن اللي بيناتكم، بس كان في علاقة حلوة وحتى نقلوا صور لكم وانتوا قاعدين سوا، قد ايه كان في هي الروح الرياضية اللي بتمتع فيها اي لاعب بالعموم بالرياضة؟ هي انسانة عن جد انه كثير هيك حدا رايق وحبابي كثير، يعني بعد اللعبة انه اجت وحكت لي انه انت المستقبل قدامك، وقالت لي انه بنتي اكبر منك بكم شهر يعني فما تزعلي، يعني انه شيء طبيعي انه تخسري، بس انه ب 2024 راح ان شاء الله اجي انه انت وتربحيني يعني ان شاء الله. هي يعني كانت كثير انه حدا يعني غير هي اللحظات، شوفي كان شيء هيك مؤثر ضل ببالك من طوكيو؟ انا اكثر شيء انه بزعلت فيه وتعبت، ويعني انه عن جد وقتها انه وقت خسرته هيك يعني، ف يعني ما كان انه انا ما بحب اخسر انه دائما، يعني انه بحب دائما انه اربح واكون متوفق ان شاء الله جاي كلياته ربح ان شاء الله. هند ما بدنا اياكي تزعلي، نحن كلياتنا مبسوطين فيكي، ما بتعرفي قد ايه المستقبل اكيد قدامك لسه، ومباريات كثير حلوه وقويه رح تشاركي فيها. اليوم هند يلي عمرك 12 سنه، بالنسبه لباقي الصبايا يلي بعمرك، بالنسبه للمجتمع يلي انت موجوده فيه، شو هي الرساله يلي بتحبي توجهي لهم اياهم من خلال تجربتك بهي الرياضه يلي بدها قوه قلب وبدها شخصيه قويه وبدها تدريب والتزام كبير؟ أنا بحب أحكي لكل حدا إنه بعمري أو أكبر بشوي إنه بدك تنجح لازم تتعب، إنه لازم يعني لازم تواجه كل شيء، يعني إنه الصعوبات لازم تواجه أي شيء لحتى تحقق حلمك، وما في شيء مستحيل لعند أي حدا، وبضلك عم تتعب على حالك وتتمرن يعني. وإذا بدك يعني إذا عن جد الإنسان بده ينجح لازم يمر بكثير ظروف، يعني مثل إنه يفشل، بده يبكي كثير ويتعذب حتى ينجح، وبالاخير راح يلاقي هدفه يعني. اكيد وان شاء الله بتلاقي الهدف. خلينا نحكي شوي عن القادم، هلا شو التحضيرات اللي عند هند، التحضيرات القادمه؟ هلا نحن الحمد لله كاتحاد عندنا بطوله عربيه وهي هاجسنا هلا لنحسن انه نشارك بهذا البطوله العربيه اللي سوريا كانت محرومه التواجد بهذا التجمع العربي من تقريبا 10 سنين. طبعا نحن مشاركين مع تقريبا 13 دولة عربية، عندنا الفئات العمرية الصغيرة اللي هي طبعا كان نحن عم نصب كل الجهود في انه نطور هدلون الفئات العمرية الصغيرة لانه هن امل سوريا. اكيد بالحرب الظالمة طبعا في ناس هاجرت، المدربين هاجروا، اللاعبين هاجروا ودوروا على ظروف تانية. هدلون نحن مشاركين معهم بالبطولة العربية، إن شاء الله يا رب نحسن منجيب المراكز الأولى فيها. هلأ بعد البطولة العربية إن شاء الله نحن في عنا بطولة العالم تحت سن 12 يلي هي طبعا أخذنا إن شاء الله ضوء أخضر أنه هي هند تشارك فيها، كونه أنه هي كانت أصغر لعبة بالأولمبياد وما حسنت تشارك بالبطولة التأهيلية للتأهل بهي البطولة العالم. فإن شاء الله يا رب هي كمان هند بتجيب فيها إن شاء الله مراكز ممتازة. إن شاء الله. في عنا كمان معسكر بالصين، اللاعبة النمساوية عرضت عليها إنه هي تروح على الأكاديمية تبعها، نحن إن شاء الله هي كتير عاملة ضجة بالوسط الإعلامي السوري، نحن كاتحاد رح ندرس هذا الموضوع أكيد، أي شيء بصب لمصلحة اللاعبة لمصلحة سوريا بالحفاظ على هذه اللاعبة إنه هي تضل سورية وليس
ليست ياخذوها لاهداف اخرى يعني. اكيد. بالختام نتمنى اول شيء هند توجهي رساله لكل السوريين ولكل الناس يلي عم يشوفونا اليوم ويتابعونا عن تجربتك الخاصه، واكيد استاذ بسام بدنا كمان توجه رساله اليوم لكل الاشخاص اللي عم يراهنوا ويمكن يشتغلوا على طفوله الشباب السوري ويحاولوا يتلاعبوا فيها يبعدوا قدر الامكان عن النجاح عن الانجازات. اول شيء بالنسبه للي حضرتك قلتي ما شاء الله يعني سؤال كثير حلو. نحن طبعا كاتحاد عنا الفئات العمريه اللي هي تحت سن 12 اللي نحن فتحنا فيه مراكز بكل المحافظات، يعني نحن بدنا نرجع كره الطاوله لكل محافظه سوريه، ونحن بدنا نخلي سوريا دائما تمارس لعبه كره الطاوله لانه فيها حياه. رح تضل سوريا تمارس هذه اللعبه، ورح تضل سوريا فيها رياضه، ورح يضلوا الاولاد يلعبوا ان شاء الله لانه دائما سوريا مثل طائر الفينيق، كل ما اشتدت النار عليها كل ما بتقوى اكثر وبتطلع منها وبتساوي كل الطموحات اللي هي بدها. اكيد اكيد. هند شو بتحبي؟ اول شيء بشكر الاستاذ بسام انه على تعبه معنا وعلى اهتمامه فينا، واكيد الجاي احسن بكثير، و2024 ان شاء الله هيك اقدر اعمل شيء حلو كثير وحقق اللي ببالي واقدر افرح كل السوريين، وان شاء الله اكيد بتمنى يعني يعني انه احقق بطولات اكثر واطلع معسكرات لاقدر اوصل اللي بدي اياه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. شكركم كثير على الاستضافة. شكرا لك وشكرا لهند، شكرا للعائلة يلي أحاطت فيك هند، إن كان مدربين إن كان أب وأم، الوسط المحيط يلي آمن فيك، السوريين يلي وقفوا ودعموك، بيتمنى لك كل التوفيق، كلنا ثقة وفخر فيك هند، وشكرا لك. شكرا لألك. شكرا لكم. شكرا. شكرا شكرا لكم، وأكيد بنتمنى لك التوفيق، وأنت أحرزتي، مجرد وجودك هو كان إنجاز، كلياتنا فخورين فيه، والقادم أجمل بإذن الله. شكرا لك. شكرا لك. شكرا.